شارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في جلسة الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع. استعرض سويلم خلال هذه الجلسة الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً.